ورجعنا لكم تاني مع كايرو دار مع جرامر يونت 5. والجرامر بتاع النهاردة هو لم تقريبا جزء من الوحدات اللي فاتت مع درس الباسيف المجهول. تعالى كده، احنا عارفين ان دايما الباسيف المجهول، ان انا بالعربي لما اقول المدرس بيشرح الدرس بقول الدرس بيتشرح، الدرس بيشرح. في الانجليش ببدأ برضو بالأوبجكت المفعول، ولكن لازم اجيب verb to be زائد التصريف التالت. اي جملة ما فيهاش verb to be وتصريف تالت تبقى مش مجهول، تبقى معلوم، خلاص انتهت. معروفة قاعدة من زمان، verb to be يجي بعديه ing تصريف تالت، ing معلوم، تصريف تالت مجهول. دي قاعدة ما تتنسيش دايما معاك. تعالى بقى معايا كده ونشوف الأزمنة بالترتيب، وبعد ما تخلص هعلمك ازاي تحلها من غير الأزمنة. الـ present simple المضارع البسيط am is are plus past participle، الـ present continuous am is are plus being plus past participle، الـ present perfect has أو have been plus past participle، الـ past simple was were past participle، الـ past continuous الماضي المستمر was were plus being plus past participle، الـ past perfect الماضي التام had been plus past participle، future simple will be plus past participle، future perfect المستقبل التام will have been plus past participle. وتعالى نشوف مع بعض الأمثلة وتحويلاتها. بيقول لي the servant keeps the house clean. نبدأ بthe house عشان ده المفعول. the house، ألاقي الفيرب هنا كلمة keeps مضارع بسيط، يبقى am is are زائد التصريف الثالث. the house تاخد is والتصريف الثالث من keeps تبقى kept، وأكمل الجملة أقول clean. عاوز أقول by the servant ماشي، مش عاوز أقول بلاش. they are playing football، هبدأ بفوتبول. are playing present continuous مضارع مستمر، يبقى أنزل are زي ما هي بس مع فوتبول بتبقى is. أجيب بعدها being زائد التصريف الثالث من playing تبقى played، يبقى football is being played by them. ثلاثة، we have built a new house، أبدأ بـ a new house، تنزل have بس has عشان house بمعنى it، أحط بعدها been والتصريف الثالث تبقى built. a new house has been built by us. الجملة اللي بعد كده، I have been reading this story، أبدأ ب this story. have been reading تبقى has been read by me مضارع تام مستمر. she cleaned the room، أقول the room وعشان cleaned ماضي تبقى was cleaned by her. the gardener was picking the flowers، أبدأ ب the flowers ونزل was تبقى where، وبعدين أحط being والتصريف الثالث تبقى picked by the gardener. the teacher had explained the lesson، أدى بـ the lesson و had explained تنزل تبقى had been explained by the teacher. examples تاني، I will visit أحمد، هقول يبقى أحمد will be visited وكمل الجملة. by next week I'll have finished the report، أو by next week the report will have been finished. ده أو اللي قدام حضرتك ده الأزمنة اللي موجودة. في بعض الحاجات الصغيرة كده اللي عاوزة تركيز. بص معايا كده، كلمة say، think، know، consider، announce، report، expect، believe، claim،
acknowledge, understand, deny. لو جمل جت في المعلوم يبقى قبلها فاعل وبعديها that وبكمل الجملة. طب لو جت في المجهول عندي حاجتين. إذا الجملة بدأت بإت ابنيها للمجهول. بص بقى من الآخر كده وركز معايا أنا. إذا الجملة بدأت بإت يجي بعديها verb to be تصريف تالت على طول. أهو موجودة قدامك it is زائد التصريف التالت with that وكمل الجملة. طب لو الجملة بدأت بفاعل يجي بعديها verb to be تصريف تالت وبعدين to المصدر. طيب لو الجملة بدأت بفاعل برضو ينفع؟ قال لي اه اجيب verb to be تصريف تالت بدل ما to المصدر to have تصريف تالت. ما تفرقش. الجزء ده مهم جدا عشان بتيجي في الامتحانات كتير. تعالى كده نشوف. People expect that he will win the Nobel Prize. عندي إجابتين. إذا بدأت بإت بعمل باسيف على الجزء الأولاني اللي قبل that. Expect مضارع بسيط تبقى is expected وكمل الجملة. طب لو بدأت بهي فاعل الجملة التانية برضو ابني للمجهول على الجملة الأولى وبعدين أحط تو وأكمل الجملة. أقول he is expected to win the Nobel Prize. نفس الجملة. People think that he stole the money. إدى بإت. Think دي مضارع. يبقى it is thought وكمل الجملة. طب افرض بدأت بهي فاعل الجملة التانية. نفس الطريقة. He is thought to have stolen the money. طب ايش معنى في الجملة دي؟ حطيت have stolen. في الجزء اللي فوق حطيت to المصدر. ايش معنى؟ اقول لك يا سيدي في الجملة الاولانية حطيت تو المصدر عشان جملة present. في الجملة التانية حطيت هاف تصريف تالت عشان الجملة past. present ازاي في الجملة الاولى عشان will. people believe that she stole the documents. ادى بإت. it is believed that she stole the documents. او it is believed that the documents were stolen. او she is believed she is believed to have stolen the documents. ده الجزء الشرح الباسيف بالطريقة التقليدية اللي بعض الطلبة يحب يحفظوها. تعال بقى في اللي أنا عاوز أقوله وخليك تفكره معايا وتفكر دماغك في الأسئلة اللي هنشوفها والفايند ميستيكس اللي هنشوفه على الجرامر المرة الجاية.